ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الجديد حياتهم من بعد الكره. حياتهم من بعد الكره برنامج كيسلط الضوء على اللاعبين اللي نهاو المشوار الكروي ديالهم واللي اختاروا اما يديروا مشاريع خاصه ولا يمشيوا للتدريب. الضيف ديال هذه الحلقه الاطار الوطني ادريس المرابط مدرب فريق اتحاد طنجه، خليكم معنا. السادس والعشرين من شهر يناير سنة 1967 خرج إدريس المرابط للوجود، ولم يكن يعلم أحد أنه سيتألق بعدها كلاعب ومدرب عبر الحدود، باحثا عن تعلم أبجديات التدريب بعد تجربة كبيرة اكتسبها كلاعب لينال أول شهادة له في المجال بفرنسا، وبعد شواهد عديدة أخرى بدول الخليج العربي. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في طنجة. فمن طبيعة الحال لما الواحد كيكون حبه للرياضة وحبه لكرة القدم، فاحنا منذ الصغر يعني كما كيعرف الجميع ترعرعنا في حي اللي كانت الكل ديال الإخوان ديالي كانوا كيمارسوا كرة القدم. كذلك انا مشيت في الاتجاه ديال هذه الرياضه هذه اللي في الحقيقه كره القدم ما خلتنا نعملوا حتى شي حاجه، خصوصا يعني سمحنا في الدراسه ديالنا، سمحنا في الاشغال ديالنا وتبعنا كره القدم. وملي سالينا يعني الفتره ديال اللعب ما عندك شي حل اخر الا تمشي في هذا الميدان هذا، والحمد لله دخلنا دورات تكوينيه ومشينا في يعني بقينا قرب يعني في كره القدم، بقينا قرب من هذه الرياضه هذه، والحمد لله اللي حبيناها من قلبنا ومشينا في اتجاه ديال هذا الميدان هذا، والحمد لله الله سبحانه وتعالى ما خيبناش. ف جميع الشواهد الحمد لله، عملنا دورة تكوينية في الأول، يعني كنا مشينا لفرنسا، يعني كانت ديك الشهادة ديال كليرفونتين، مشينا مع مجموعة ديال الإخوان اللي رافقوني مثل محمد تيمومي، حسن صابير، الإخوان كتارين اللي كانوا معايا. جينا خدينا دورات اخرى يعني في الفتره ديال كنا انخرطنا مع السيديفا يعني الفيدراسيون ديال اندلسيه ديال كره القدم، عملنا معهم دورات كثيره، والحمد لله من بعد عملنا دوره تكوينيه اولى اللي كانت ديال مثل الديل نقولوا الدي اللي كنا عملناه هنايا، من بعد حصلنا على بي وحصلنا على شهاده اي، ومن بعد عملت تكوين اخر في الخليج بحكم انا كنت يعني 10 سنوات وانا كندرب تما، عملت يعني هناك اي اي ديال اسيا الاتحاد الاسيوي. اللي بقى ان شاء الله رب العالمين نتمنوا نسيروا في هذا الميدان هذا، وان شاء الله نحصلوا على ابرو ان شاء الله رب العالمين. حصول ابن مدينه البوغاز على شواهد عديده في ميدان التدريب جعلته يشرف على تدريب العديد من الانديه الخليجيه، ابرزها العروبه الذي توج معه بمجموعه من الالقاب المحليه والقاريه. فهناك يعني عدة فروق، خصوصا أنا لما خرجت من مدينة طنجة اتجهت للفريق العروبة اللي كنت احترفت فيه كلاعب، والحمد لله بقات العلاقة ديالي مع الإخوان تما علاقة جيدة وطيبة. ومن بعد ملي
ملي التزأ التدريب الإخوان كانوا عرضوا عليا باش ندربهم، والحمد لله أول موسم اللي خديت معاهم تما كنا خدينا الدوري، خدينا الكأس السوبر، ولعبت معاهم كأس الخليج، ولعبت معاهم كأس العرب اللي كنا واجهنا الوداد، كنا فوزنا على في الدور الأول، كنا فوزنا على نادي مونستير ديال تونس، تأهلنا للدور الثاني، من بعد واجهنا فريق الوداد البيضاوي اللي كنا نهزمنا معاه هنا في الدار البيضاء. يعني كانت عندي تجربة يعني جد مهمة في الخليج، الحمد لله دربت كثير فروق تما، يعني ما أولا كنت دربت العروبة، دربت نادي مسقط، النصر، الاتحاد اللي كنت صعدت معاه الدور الأضواء، ديال كاين نادي إصحام، نادي نادي صحم، ونادي صور، هادو كل الفرق اللي دربتهم في الحمد لله، وكاين اللي حققت معاه نتائج جد مهمه، كاين اللي كان الفريق كان في القاع وحاولنا يعني نخرجوا من ديك المنطقه المكهربه، يعني الحمد لله خدينا تجربة كبيرة تما، يعني تجربة خليجية وآسيوية وعربية اللي قلت لك، يعني كنا تقسينا مع الوداد، فهادو تجارب يعني كانوا مهمين بالنسبة لي. كيبقى العمل والجدية هما اللي كيخليو الواحد يعني يكون في القمة. للمرابط إنجازات عديدة ومختلفة أبرزها تتويجه مع فريقه الأم اتحاد طنجة بلقب الدوري الاحترافي للمرة الأولى في تاريخه سنة 2018، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق. شهية المرابط المفتوحة جعلته يطمح في التتويج بألقاب أخرى مع الفريق مستقبلا. فهو الشعور كيبقى يعني خالد، لأن أول مدرب اللي غادي توج بالدوري مع فريق اللي تينا كتحبو كثير، فريق لان فريق الام، فريق اللي يعني الحياه ديالك كامله قوسيها معاه، فهذا يعني كيبقى مفخره بالنسبه لي وبالنسبه لجميع الجمهور الطنجاوي وحتى المكونات ديال النادي، من رئيس، من مكتب مسير، من يعني من كل، فكيبقى هذا مفخره بالنسبه لنا. كنتمنى ان شاء الله رب العالمين نحقوا حاجه اخرى لهذه المدينه هذه، لان مدينه مثل طنجه يعني كان نعتقد انها هي كون يعني طنجه الكبرى، فخصها عده القاب. كنتمنى ان شاء الله هاد المكونات ديال المدينه كاملين يعني يعملوا يد في يد باش نحققوا اهداف لهذه المدينه هذه ان شاء الله. تألق إدريس المرابط سواء كلاعب أو مدرب سببه راجع بالأساس إلى الانضباط في التدريب، كما يسهر على توطيد علاقته مع لاعبيه عكس بعض المدربين الذين يفضلون ارتداء ثوب السلطوية والابتعاد عن اللاعبين. فهو سر التألق هو الجدية في العمل، الانضباط يعني سواء داخل يعني رقعة الميدان او في التدريب ولا في يعني في المعسكرات، هناك يعني حاجة مهمة اللي اي مدرب خصو يمتاز بها، هي العلاقة بين اللاعب والمدرب. فديما انا كنحس باش يعني تكون علاقه جد قريبه متينه بين اللاعب والمدرب، لان اي مدرب يمكن يدرب اي هذيك، ولكن كاين شي حوايج اللي هما مهمين، فمثلا لازم تنزل يعني المدرب ينزل عند اللاعب، لان احنا ماشي في, 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 في يعني كنقولوا فريق محترف الاحتراف وكذا، ولكن العقليه الاحترافيه باقا ما عندنا شي، فاحنا
هنايا بالنسبه لي انا الاهم اللي عندي هو اللاعب، فانا دائما كنزل عند اللاعب ونكون ديما انا وياه يعني قراب، بس هو يمكن يعطي الافضل، يعطيني لي الافضل ويعطيني النادي الافضل، لان هناك بعض الحوايج اللي مهمين اللي خصهم يكونوا ضروريين في يعني في بين الطاقم التقني واللاعبين. جائحة فيروس كورونا لم تفوت الفرصة لتطرق أبواب اتحاد طنجة ليتسلل الفيروس التاجي الزادي العديد من اللاعبين خلال الموسم الكروي الماضي، الشيء الذي جعل ديس المرابط يتخذ مجموعة من الاحتياطات حفاظا على سلامة اللاعبين وباقي مكونات النادي الطنجي. فمن طبيعة الحال أولا الله يرفع عنا هذا الوباء، لأن خصوصا بحال اللي قلتي بعثر الأوراق ديال جميع الفرق المغربية، خصوصا احنا في الاعدادات الاوليه كان عندنا مشكل كبير، كانوا لاعبين تصابوا فتره ديال كانوا لاعبين كيتدربوا بوحدهم، كاين كانت عده امور اللي خلصنا شويه الامور، الحمد لله بقات الامور كتمشي شويه بشويه الى ان استطعنا باش نبقاو ندربوا يعني كمجموعه. الان واخدين الاحتياط الكافي باش لا قدر الله ما يحصلنا اي مرض لاي لاعب. احنا في الفتره يعني قبل ما ناخذ انا يعني الفريق، من بعد ما تطرح لي موضوع ديال تدريب الفريق، فأنا في الحقيقة ما ترددت، لأن فريقي وفريق الأم فريق اللي أي مدرب كيحلم باش يدربه، فأنا كنت يعني ما ترددت، ولكن كانوا عندي يعني شروط اللي في الحقيقة كان خصهم يكونوا، لأن إذا ما كانوش يمكن أنا ما كنتش نكون مع اتحاد طنجة. هي يعني بالنسبة للانتدابات اللي في الحقيقة كما كنا كنشوفوا في المواسم الفارطة، يعني هناك عدة انتدابات اللي كانت يعني تقريبا 10 ولا 20 لاعب كيمشي هذيك، فاحنا كانت عندنا واحد استراتيجية بعد ما جلست مع الرئيس ومع المكتب، لأن كان استراتيجية ديالنا واضحة خصوصا يعني في هذا الظل ديال الأزمة هذه اللي كاينة، كان خصنا ان يعني نوفروا شي حوايج نصالح الفريق. حنا اول حاجه قلت لهم انتدابات يعني ما عندكمش كثيره، غيكونوا يعني بعض ثلاثه ولا يعني على اغلبيه 4 انتدابات. الحمد لله عملنا انتدابات وقيله 3 انتدابات اللي كانوا في على حسب كل المركز الخاص. كانت هناك يعني استراتيجيه بان احنا الموسم اللي الفارط يعني كان فريق كيتخبط في عده مشاكل وهو يعني نزول، فالحمد لله فريق استطاع باش يصمد ويبقى في الدوري الاحترافي. الان عندنا مشروع اللي هو تكوين فريق اللي يعني مستقبلا يقدر ينافس، لان احنا لحد الساعه احنا ماشيين في خط يعني تصاعدي، فالان احنا عندنا مشروع ديالنا ماشيين عليه اللي هو يعني تثبيت فريق في القسم الوطني في الدوري الاحترافي هذا الموسم هذا، مع يعني مع يعني اعطاء بصمه للفريق واعطاء هويه للفريق، ومن بعد في المواسم المقبله ان شاء الله رب العالمين غيكون هناك يعني يمكن نمشيو في الاتجاه ديال البطولات ان شاء الله رب العالمين. وبالعوده قليلا الى الوراء، فقد بدأ الاطار الوطني ديال المرابط مشواره الكروي كلاعب بنادي حسنيه طنجه قبل ان يلتحق باتحاد طنجه الذي صعد معه الى القسم الوطني الاول للمرة الأولى في تاريخ الفريق. تألق المرابط مع فارس البوغاز جعله يحترف بالدوري البرتغالي عبر بوابة نادي تورينسي، إضافة لحمله أقمصة العديد من الأندية أبرزها العروبة العماني ودبل فجير الإماراتي، ناهيك عن مشاركته رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا
سنة 1992 التي احتضنتها آنذاك دولة السنغال لينهي مشواره الكروي سنة 2000 بعد عملية جراحية وضعت حدا لمساره المهني كلاعب. فبالنسبة لدريس يعني كأي لاعب يعني يبدأ كرة القدم، فخصوصا احنا بدينا من الاحياء اللي انقرضت هاد المواسم هذا، يعني جل اللاعبين كانوا كيتوجدوا يعني كيخسروهم من الاحياء، فالحمد لله كنت مع فريق ديال الاخ ديالي سي عبد الرحمن، من بعد مشيت الحسنية طنجة، من الحسنية طنجة جيت الاتحاد طنجة، في الموسم الأول ديالي مع اتحاد طنجة كنا صعدنا لأول مرة في التاريخ من القسم الوطني الأول، فكان إنجاز تاريخي بالنسبة لمدينة طنجة وبالنسبة لنا حنا كلاعبين، فكانت هذه الفترة الحقبة ديال اللاعبين الممتازين اللي في الحقيقة أدوا البلاء الحسن، وكان صعيب علينا باش نصعدوا لأن كانوا فروق في المستوى، وهذاك الموسم هذاك اللي صعدنا فيه كانوا عملوا يعني كانوا أربعة ديال الأسطر، فكل فريق اللي كيتصدر من الأربعة عملوا يعني بطولة مصغرة اللي كنا لعبناها في الرباط وفي قنيطرة وفي فاس وفي كازا، فالحمد لله استطعنا ان ديك الفتره هذيك باش نصعدوا حنا وجمعيه الحليب اللي كانوا فريق قوي، كان فريق كان اسفي والحسيمه وحنا اتحاد طنجة وفريق جمعيه الحليب، استطعنا حنا نصعدوا حنا وجمعيه الحليب لان كان عندنا فريق قوي، كان فريق كله طموح، والحمد لله استطعنا نحققوا هذا الانجاز هذا، وبدات المسيره ديالي مع اتحاد طنجة من ديك الموسم هذاك يعني 85-86 الى غايه يعني تقريبا 94-95 اللي كنت مشيت فيها البرتغال، احترفت مع فريق تورينسي البرتغالي، ومن بعد جيت من البرتغال كان قضيت موسمين مع فريق الوداد الفاسي، من بعد فريق الوداد الفاسي مشيت احترفت فريق العروبه العماني، ومن بعد فريق العروبه العماني فريق ديبا الفجيره الاماراتي، وفي سنة 2000 كنت عملت عملية على المينيسك ووقفت هذيك ودخلت ميدان التدريب، فكانت يعني فترة حافلة بالنسبة لي كلاعب، استطعنا يعني نخلقوا السمية دريس مرابط، كانت الحمد لله متداولة في المغرب، استطعت ان نمشي مع فريق المنتخب المغربي كأس إفريقيا للأمم سنة 1992 بالسنغال، كانت فترة بالنسبة لي يعني جد مهمة، عاشرت فيها بعض اللاعبين كبار مثل بودربالة الزاكي، كان حسن نادير، كانوا لاعبين يعني في المستوى، كان النيبات الدودي بن عبيشة كانوا لاعبين في المستوى اللي الحقيقة استفدنا منهم كثير، كانت فترة جميلة واللي استطعنا فيها نحقوا يعني حاجة للمدينة ديالنا، الحمد لله الواحد كيخلي اللي أهم حاجة هي تخلي السمعة ديالك طيبة لا في المدينة ولا خارج المدينة، هذا ربح بالنسبة لي أنا، فالحمد لله ملي كتشوف الواحد كيهضر على دريس مرابط ولم يعني لم الكرة ديالو ولم الأخلاق ديالو، فهذا كيخليني أنا يعني زدت فخور يعني بانتمائي لهذه المدينة هذه وانتمائي لفريق اتحاد طنجة. للمرابط نصائح عديدة للاعبيه، أهمها الجدية وضرورة التحلي بالصبر ونكران الذات والابتعاد أكثر عن مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تؤثر على مشوارهم الكروي. فمن طبيعة الحال أنا الشغل ديالي الشاغل هو يعني تحفيز هاد اللاعبين الصغار باش يشوفوا المستقبل ديالهم، يشوفوا لأن كرة القدم في هذه الوقيته هذه أصبحت يعني
مصدر عيش ديال كل لاعب اللي عنده طموح. فاللاعب اللي عنده طموح وباغي يوصل بالجديه ديالو بالعمل ديالو يقدر يوصل في اي لحظه، لان الظروف كلها متاحه، لان الظروف ماشي بحال قبل. قبل كان شويه الامور صعيبه، كان مستقبل ما كاينش في كره القدم، كانوا الاباء والامهات كاملين كينصحوا باش ما تمشيش في الرياضه، الواحد يقرا، الواحد يشوف المستقبل ديالو في القرايه. فالان اصبحت الرياضه استثمار لاي لاعب موهوب، يعني عنده مستقبل في كره القدم. فكنظن اي لاعب عنده طموح وباغي يوصل فلا بد خصو يتعب شويه، وخصو شويه ديال الصبر، وخصو ديال شويه ديال غادي نقول لك ديال نكران الذات باش يقدر يوصل. لان خصوصا في هذه المرحله هذه اللي حنا كنعيشوها ديال مرحله ديال المواقع الاجتماعيه، المرحله ديال الالكترونيات اللي كاينين دابا، ف كل اللاعبين الى ما كانوا شي كيسيروا العصر هذا ما كنظنش يوصل للمبتغى ديالو. فانا كنحث جميع اللاعبين بس يصبروا شويه، يعطيوا الاهميه المسائل الصحيه ديالهم، النوم يعني على الاقل يعني 8 ساعات في الليل على الاقل، ياكل مزيان يرتاح مزيان بس اللاعب يقدر الدات ديالو تحمل ديك المجهود اللي كيقوم به في سواء في التدريب ولا في العمل ديالو. فلهذا اي لاعب باغي يوصل لازم التضحيه، ولازم الاجتهاد، ولازم الانضباط في الحياه ديالو. وكاي مدرب في منافسات البطولات الاحترافيه يطمح المرابط لتحقيق مجموعه من الالقاب هذه السنه رفقة فريقه اتحاد طنجة، شريطة توفير إدارة الفريق لموارد مالية مهمة التي أصبحت دائما أساسيا لتحفيز اللاعبين على حصد مجموعة من الألقاب التي يتنافسون عليها هذه السنة، أبرزها البطولة وكأس العرش. فكل مدرب كيطمح يعني نكثر. الحمد لله احنا حققنا الهدف ديالنا في الموسم 2018 هو الفوز بالدوري. الان عندنا طموح اللي خصو يعني احنا الطموح كيكبر معانا، كيكبر مع اللاعبين، كيكبر مع المسؤولين، ولكن بدون تضحيه وبدون يعني بدون الموارد الماليه فما كنظنش غيكون طموح مشروع، لان الماده اصبحت طاغيه على كل الميادين. فكره القدم لازم الان خص التشجيعات الماديه والمعنويه، لان كره القدم اصبحت كتلعب يعني كل الفرق عندها طموح، واللي عنده الماده وعنده التحفيزات هو اللي يقدر يفوز بها. حنا طموحنا باش نفوزوا بالكاس ونفوزوا بالدوري، ولكن كنبغي التفاته، يعني التفاته مين؟ من كل الساكنه ديال مدينه طنجه، من كل المكونات ديال مدينه طنجه، باش يقدروا نكونوا حنا في المستوى. لان الان حنا كنلاحظوا كاين نتائج ولكن ما كاينش فلوس. ما يمكنش تسيرتينا الموسم كامل بهذا المستوى هذا اذا ما كانتش يعني التفاته من الناس ديال المدينه الغيورين على هذه المدينه هذه. لان الفريق ماشي ديالي ولا السي حميده برسان ولا السي فلان، هذا فريق ديال مدينه طنجه، فالكل لازم يعمل يد في يد ويساند هذا الفريق هذا، لانه هو في امس الحاجه من جميع مكونات ديال مدينه طنجه، لا من الناس ديال رجال الاعمال والناس ديال كل المدينه ان شاء الله. غياب الجماهير عن مدرجات الملعب الكبير لطنجه افتقد من خلال المرابط ومعه مكونات الفريق للاعب بارز يحمل القميص رقم 12، متمنيا في الوقت نفسه ان يرفع الله عن البشريه هذا الوباء حتى يتمكن عروس الشمال من استعاده جماهيره التي تعد الداعم الاساسي له في كل المناسبات، مستحضرا الدور الكبير الذي لعبته في تتويج اتحاد طنجه بلقب الدوري قبل 3 سنوات من الان. فاحنا في الحقيقه افتقدنا
خصوصا يعني في هذه المباريات هذو حنا افتقدناه، لان اللي عشناه في 2018 مع الجمهور كنت كنتمنى نعيشه حنا هذا الموسم هذا مع هذا الجمهور هذا اللي في الحقيقه كان كله كل احترام. جمهور اللي في امس الحاجه ليلو، كنتمنى يرفع لنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء ويكون حاضر معنا ان شاء الله في الميادين، وكنتمنى ان شاء الله ما يبخلش علينا بالتشجيعات ديالو، لان حنا بدون جمهور ما كنسوى حتى شي حاجه. فكنتمنى يشجع هاد اللاعبين ويشجع هاد المسيرين، بس يعني كاملين بينا نعملوا يد في يد بس نحققوا يعني الهدف ديال هاد المدينه هذه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، الحلقه ديال اليوم كتنتهي، واللي كان الضيف ديالها الاطار الوطني ادريس المرابط مدرب فريق اتحاد طنجه. نضربوا لكم موعد جديد مع ضيف جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.